3/1/2013 مدينة رشتن، المعاناة الإنسانية ونقص حاد بجميع المواد. مرحبا يا عمو. ليه؟ شو عم تعملوا هون؟ قاعدين. ليش؟ هاي دام هدبنا اياها بالشارع، الله لا يوفقه. ايه ما تهدم لكم اياها؟ امبارح. منين عم يضرب عليكم؟ من كتيبة الهندسة. ايوه، وين قاعدين هلق يا عمو؟ قاعدين على السطح حوري. ليش؟ ما في عندكم حدا؟ ما عندكم قرايبين؟ ما في حدا؟ ابوي مسافر وامي عجوز ما بتقدر تقاوينا. ايوه. هاي دار مخبطات. منين عم تاكلوا؟ منين عم تشربوا؟ منين؟ منين عم تاكلوا؟ منين عم يجيب لكم الاكل؟ ما حدا عم يجيب لنا شيء. خالص. شو بتقولوا لبشار الاسد باخر ايامه ان شاء الله؟ الله لا يوفقه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بكره بكون ساقط يا رب جاه سيدنا محمد، الله لا يوفقك يا بشار. 3/1/2013 مدينة